ان احنا انا كسبت، وبتلاقي مثلا بيطيق قيمني، انا مسكت فرقه ماتشين مثلا او 3 ماتشات كسبت بتطلعني السما، وبعد كمان 7 ماتشات بتيجي ترجع تاني. لا، طب ما تصبر عليا ال3 ماتشات دول، ما تقيمنيش، انا عايزك تفضل يبقى في صبر شويه في التقييم، تشوف انا مستقبلا هبقى ايه. انا ممكن اكون لعبت 3 ماتشات مش كويسين، يعني فرق ليفل قليل، بعد كده عندي ماتشات ليفل اعلى، فانت هتشوفني ازاي في الليفل اعلى وانت عمال تصيط فيا. لما تيجي تصطدم بيا في ليفل تاني هتقول لا، ده انا كده عندي مشكله. لا، لكن المشكله عندك. والعكس كمان، انت بتتكلم لو انت بتقابل منافس، اعتقد ان المنافس الافريقي ان شاء الله ممكن، يعني في اعتقاد ان ممكن المباراه اصعب، مش المنافس اصعب، المباراه اصعب، وبالتالي انت لما تهد وتفقد ثقتك في لعيبتك دلوقتي وانت داخل على مرحله صعب جدا، ده بيبقى صعب. والله الناس لازم تفهم كده. انا كابتن عايز بس هروح الحته دي، فيها نقطتين معلش، عندنا وقت صح؟ عندنا وقت، بس عايزين نتكلم في الجانب الاوروبي. بس انا هتكلم في النقطه دي بالذات. طول الوقت انت عندك اخفاقات. هو انت اخدت كام بطوله افريقيا؟ 8. 8، وال8 دول انت شاركت في حاجات كتير جدا، شاركت في حاجه و40 او حاجه و50 بطوله، ما اعرفش الرقم برضه عشان ما بقاش يعني الرقم الصحيح. فبالتالي عندك اخفاقات، فانت لما يعني الاخفاقات دي كنت بتلم نفسك تاني وتشتغل طبيعي. والنغمه بتاعت ان انا عايز اغير لعيبه ومحتاج اعمل ميركاتو يعني جامد جدا، ده مش صحيح بالمره. لو انا فعلا اهلاوي صحيح، لو انا اهلاوي فعلا بحب المكان، ما اروحش للحته دي خالص. ليه؟ لان انا عندي بطوله كمان شهر، عندي بطوله افريقيا كمان شهر، ما عنديش اي تغييرات. حتى لو جبت حد، حتى لو اشتريت حد، مش هعرف اعمل حاجه. سيب الناس اللي هي شايفه بتدير الملف تشتغل. فانت معنويا حتى ما بتدعمش الفريق، انت كده بتهد الفريق. بمعنى ان انا عندي شهر ما بقولكش اتكلم على اللعيبه كويس، على الاقل اسكت، على الاقل تبقى ساكت او انقد بهدوء. يعني خلينا اسكت، ما اصل مش هتلاقي حد يسكت. ماشي، انا بالنسبه لي ممكن انتقد، لكن بالشكل اللي يدي دفع للعيبه ويدي بوش كمان للاداره الفنيه. بالظبط. فمش طول الوقت ان انا عايز اغير لعيبه. تغير ازاي لعيبه؟ لعيبه موجوده ولعيبه كويسه، واللعيبه دي خلي بالك من فتره اللعيبه دي واخده دوري، اللعيبه دي فارقه عن المنافس بتاعها 17 نقطه في الدوري. فانت منين عايز تغيرها؟ خلينا منصفين ان في فروقات في الناس المصابه شويه فرقت مع الفرقه، بس ده ما يمنعش ان الناس الثانيه دي لعيبه كويسه. طبعا الناس دي الثانيه دي لعيبه كويسه، ومش عايز اذكر اسماء، بس عادي في ناس كانت بتغيب واللعيبه كانت بتلعب وكانت كويسه. فالحته دي انا شايف ان هي حته غلط جدا. ونصيحه مني كمان بقى، بعيد عن النقطه دي، للزملاء اللي بيحللوا او اللي بيحاولوا يعملوا اي حاجه على اليوتيوب، اي حاجه في اي حته، انت النهارده الراجل بتنتقده ده احتمال بكره تشتغل معاه. بمعنى ان انا ممكن انتقد النهارده سين، انا مش في نادي، انا في نادي الزمالك، انا في نادي اي، في نادي اي من اي نادي، وانتقدت لعيب في نادي تاني، وانا بقيت بكره مدير منتخب او مدرب المنتخب، واللعيب ده كان كويس، انا هتعامل معاه ازاي؟ يعني هو في جزء فني شويه في الجزئيه ديت، ان انت ممكن تاني هنرجع لنقطه تنتقد فني، بس ده اللي بتكلم، ما انتقدش شخص، ده اللي بتكلم عليه. لكن هتتكلم في كوميكس، وهتتكلم ان هو كنت بتتريق عليه، بس فهي هتعامله ازاي؟ ده اللي بقوله. انا النهارده جيت النهارده قطعت في لعيب، ايا كان اللعيب ده بيلعب في نادي ايا كان، نادي الاتحاد، اي نادي، وجيت بكره بقيت انا مدرب المنتخب، انا ازاي هتعامل مع واللعيب ده؟ لعيب مهم ولعيب كويس جدا، راح بقى اهلي، راح زمالك، راح اهلي، انا هتعامل معاه ازاي؟ هي دي فدي نقطة لازم نبقى احنا عقلانيين فيها. انا ما عنديش مشكلة انت جايبني عشان اتكلم فني، فهنتكلم في طريقة لعب، وهنتكلم في فنيات، ونتكلم في غصب عني. كمان الناس بتقول لا، انتوا يعني هنا في النادي، في قناة النادي الاهلي لازم تتكلموا. احنا فعلا بنتكلم، عندنا اخطاء، عندنا اخطاء، عندنا عيوب، لكن على الجزء الاخر لازم كمان تبص لنص الكوبايه المليان. بالظبط. ان انت اول الدوري، ان انت قعدت 18 ماتش كسبان 17، ودي اول هزيمه، ودي اول هزيمه، بتتكلم على فرق 17 نقطه، بتتكلم على كمان توقيت، ان التوقيت مهم جدا، بتتكلم على توقيت ان شاء الله حاسمين بطوله الدوري، لكن داخل على مباراه قبل النهائي البطوله الافريقيه، وعايزين نحقق حاجه كويسه. فكل دوت لازم احنا يعني ما بين قوسين اعلاميين، انا مش اعلامي، لكن بحاول اكون اوصل الرساله بشكل افضل، ان احنا كمان نقف جنب فرقتنا، ان تنتقد الفني، تنتقد بشكل كويس، لكن كمان ما تهدش. في فرق انك بتنقد وفي فرق انك تهد. فان شاء الله يعني ارجو ان الرساله تكون وصلت لجماهير النادي الاهلي. عادل قال كلام مهم جدا، كلام ان احنا عندنا مشاكل، كل المشاكل دي بتتحل في الغرف المغلقه، عمرك ما تفكر ان احنا او المسؤولين مش حاسين باللي انت فيه، حاسين بجماهيرنا وحاسين قد ايه انتوا زعلانين. من حقك تزعل زي ما قلت، ولكن حافظ على الكيان.